احنا عايزين نعمل طبق فول لطيف كده سريع جديد للاولاد كده عشان يفتح نفسهم على الاكل. فنعملها لهم زي ايه؟ زي عجايه كده. يعني عندي هنا شويه طماطم، بصل اخضر، فلفل، بقدونس، بيض، شويه طحينه، شويه ايه كمان، بس مش حاطه توم. بعمل ايه بقى؟ احط الفول الطبق اللي انا عايزاه، دمسوا الفول في البيت، الفول تحفه، ريحته تحفه في البيت. يعني عايزه اقول لكم خير خير والله العظيم، بتحسوا البيت فعلا بيت، سبحان الله، يعني بيت 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 اسره. فالفول ريحته جميل، بيفكرنا بالاصاله بتاعت زمان، يعني فكرنا كده اول ما تشم ريحه تدمس الفول. كان زمان ما فيش حد بيشتري فول غير نادر قوي، فانما كان لازم كله يدمس فول. فكانت لما تشم ريحه الفول في البيت كده ترجع لورا، تسمع ذكريات كده قديمه وايام الطفوله، وخش اشم ريحه الفول وعلى السحور لا لا، كتير ذكرياته كتير قوي بصراحه والله. فلا دمسوا فول في البيت. بصوا انت هتجيبوا الفول وتنقعوه شويه، وبعدين تحطوه في، تجيبوا حله على النار، مش مهم تكون دماسه، وهتحط هنا بيض ماشي، وتحطوا عليها شويه اسمه ايه، عدس اصفر، وشويه فول مدشوش اللي هو الفول المكسر ده، وتبشروا جزرايه كمان عليها. دي طريقه البنيه بنتي دي، ابشري هما جزرايه دي هطيره كده ماشي فعلا حلوه. حطيت شويه بصل كده عشان تديها بس ايه سيكه حلوه كده ماشي. ادي كده ايه كلها بيض، يعني حط ثلاث بيضات على طبق الفول ده، على شويه بصل صغيرين خدتهم دلوقتي سلبتهم الجيران، على حبه طحينه، على ليمون، على ملح وفلفل وكمون. وهحط الزيت دلوقتي، وهعوز طاسه بغطا، عاوز ايه طاسه بغطا احط فيها الزيت اللي هستخدمه عادي للفول. هنزل بقى كده ايه بالفول، وممكن نحطه في ايه في الفرن. يعني ممكن العجه دي، العجه اللي انا عملتها دي اللي هي هتبقى قرص واحد كده، ممكن احطها في الفرن. تمام، استنى ما نقيس